من اللازم علينا في المرحلة المقبلة تفعيل قانون من أين لك هذا مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كافة، ويكون شاملا للجميع بلا استثناء على الإطلاق، كي نحدد من الفساد مقتدى الصدر قائد الإصلاح. سيدي شباك لبيك، عبدك بين يديك السيد العميدي، أخوك الفعل. اليوم رسالتي إلى عامة الأحزاب، لم أستثني أحد، أخلوا دوائر الدولة من أحزابكم ومن فسادكم. لا، مو بس إخلاءها من فسادكم، بل إصلاح نظامها المعمول به. مدير عام كفو، فمن الصوين مجلس أعضاء إدارة، هي هاي دائرة الدولة، هاي هيئة استثمار. أي استثمار؟ استثمار فساد. ولكم صدام، وصدام ما سوى بهيج دوائر دولة، ما فسد بهيج دوائر الدولة. ولكم ايش بيكم يا شيعة؟ ولكم انتم مو جيعة شنيعة، وإلى الله المشتكى. يقول عن تغريدة السيد انه ما رح نستثني احد. حلو، عجبني الموضوع. يقول ما رح نستثني احد، هذا الرجل احد اتباع سيد مقتدى. بما انه سيد مقتدى اطلق تغريدة وقال، سيد مقتدى قال سنفعلها، وأول قانون رح نشتغل عليه قانون من أين لك هذا. حلو، وهاي التغريدة أرعبت هواية عالم. بس أني من أنا أريد أقول السيد مقتدى، إحنا لما نجي نفعل قانون من أين لك هذا، مو مطلوب أو المفروض نبدي بنفسنا؟